وهجم الفرنساوي على عشيرة الشيخ سلطان الطيار. قامت طلعت العشيرة مع الثوار الموجودين حواليهم عاملين كمين للفرنساوي وعلقة مذبحة. واللي قتل من الفرنساوي واللي استسلم يعني الكل ترك سلاحه بأرض المعركة وهرب. والله يا بطل. ايه لا بعدين رجعوا الشباب لموا كل هالسلاح واخذوا على العشيرة. معناتها غنموا من الفرنساوي سلاح كتير. قول سلاح ولا تخاف وكله فرنساوي وجديد. يا سيدي الله يكتر الأمثال. وهلا بدنا 2-3 من القبضايات يروحوا يجيبوا سلاح من العشيرة. أنا بروح يا أبي. إيه وأنا بروح كمان. لا بلبر أنت خليكم. لا أنا بروح. بعدين أنا سمعت إنه عشيرة الشيخ وضاح رجعوا على هالديرة فبمر الطريق بسلم عليه إذا كان هذا الحكي مزبوط لأنه الزلمة كان متخاوي هو والوالي. هي هذا واجب. معناها إذا شفتوه سلمونا عليه كتير. يصل إن شاء الله. وكمان وصلوا سلام مني أنا له. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ايه ابو هاشم امور عقيد انت رح تقضي لي اياها هيك رايح جاي على اسطنبول؟ لا عقيد لا هي اخر روح ان شاء الله لانه في لي شويه ديون لازم احصلهم وبدي اجيب الانوال واجي لانه انا والوالد الله يطولنا بعمره شفنا محل واسع وخرج هالمصلحه ولازم نشتريه مشان نفتح ومشغل قماش. ايه ان شاء الله هاي الرزق وبالتوفيق. الله يخلي لنا اياك يا عقيد. شرفوا سيدنا شرفوا. يا كريم بسم الله. مسيك من ايدي. أنا مو هازس بدني غير قصة النوري. يلا الصورة يعني الأولاد لو ضلوا مبدلين كان ربي بيناتنا ولد غريب وابن حرام. استغفر الله العلي العظيم. وابننا لو لساته عايش كان ربي عند الغرب. لك أخزى عليك يا أم نوري هي بعد كل شيء منيحة سويناها معه. لا تهز بدنك تقولي والله لما أشوفك زعلان قلبي بيتقطع بوجهك. سلامة قلبك سلامة قلبك. يلا تصبحي على خير بكرة قدامي سفرة أنا. وأنت من أهله. كان ضروري تروح انت هالمشوار كنت بعت حدا غيرك. تصبحي على خير. بدكم تطولوا بهالسفره يا مو؟ لا مرت خالي ان شاء الله ما منطول شغله يومين ثلاثه يعني هي اذا لقيناه للشيخ وضاح اما اذا ما لقيناه بنرجع ثاني يوم ان شاء الله. ابو عشاء شو بدي لك؟ خليك انت هون دير بالك على الحاصل وانا بروح مع ابنما. لا اخي لا انا مشتاق للشيخ وضاح وبدي اروح اسلم عليه. وضاح لا تتعوقوا علينا. لا ان شاء الله ما بتحوق. عمتي هات البشاره رويدة حبلي. شو هالحكي عمتي؟ كيف يا ابو جوزك لازم يعرف. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك اخي. ان شاء الله الف مبروك تقبل. الله يبارك فيك يا رب يدمم على خير. خالتي رويدة اماني برقبتكم انت ومرت خالي تديروا بالكم عليها لبين ما ارجع. لا تشغل بالك تقبرني ما حنتركها لحالها منوم. تيسروا انتوا. وضاح اذا لقيت كمي بطريقك شبلي معك. يو يبعث لك حمى حدا بتوحم على كمي. عمتي مو وقت الكمي هلا. بسيطه الا ما لاقي عند البدو شويه كمي ميبسه. اعمل جهدك تقبرني. رشدي خيره وينه؟ واقف برا ما رضى يفوت. يلا لكن اطلع وتعرف. يلا بخاطركم الله معكم السلامه. يسرى الله يحميك. آمين يا رب. شرفوا فروا شباب. الشيخ سلطان الطيار قليل من أمثاله لك هجم لوحده على المدفع قوص على الفرنساوية ومسك المدفع وزقته من فوق التلة وما صار له شيء. شو ما صار له شيء؟ لما وصل على العشيرة ما قدر ينزل من على ظهر الفرس. ليش؟ لأنه الرصاص اللي أكله بجسمه نازل الدم كله على رجليه وملزقه على الفرس. يبعت الحمى وضاح قطي على وشك قطي. يا ليش في حدا؟ في 2 خيالي عم يطلعوا علينا. اي دخيل الله بعاد كتير. مهم غطي على وشك احسن. وعجاج مور ابو نمر معيتك شوف لي هالجماعه بيعرفوا شي عن عشيره الشيخ وضاح. لعيونك ابو نمر. وضاح قلت لك غطي على وشك شبرا كأنه هالجماعة شوام مو هيك؟ يا والله لبسون مثل أهل الشام. ما بدي حدا يشوف لأومي مو بي. قوم تقبرني قوم.
السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا عم بدي نسألك عن عشيرة الشيخ وضاح. عشيرة الشيخ وضاح؟ عم يا وضاح؟ مشتي! وضاح! هذا أبوك! ان شاء الله الموت لقلبي يا عمري. ايدي الشران قلبك. رشدي ما سألناك انت كيفك وكيفهم اهلك؟ بخير عمتي بخير، كلياتهم بيدعوا بسلامتكم. وامك ان شاء الله تحسنت؟ الحمد لله عمتي صارت احسن. يلا يا بيقوم خلينا نروح على مضافة عمك ابو نمر. يلا يوه هلا بدك تاخده؟ صار لي 10 سنين ما شفته. شب انا بخليه يسلم على الناس وبرجع لك يا لا تخافي. خلاص يا مو ما راح اتعوى. وام ابو عجاج يلا يا ابي. يا رب شكرك يا رب شكرك يا رب. يا شبك تقبرني؟ ليش عم تبكي؟ انت زعلان مني شي؟ ايه زعلان. قولي على قلبي وليه زعلان مني؟ انت ما تحبيني. مين قال لك انه انا ما بحبك؟ انا شفتك بعيني وانت تحبين الرجال اللي كان عندنا. تشكل قاسي ان شاء الله. انت بتعرف من هذا الرجال اللي كان عندي؟ هذا ابني. ابني اسمه وضاح. صار لي سنين ما شفته. وليكو الحمد لله رجع. شفت الله قديش بيحبني؟ بس انا ما حبيته وخفت منه بعد. يا عمري انت وليش خفت منه؟ شكله خوف. ستي قالي له حنا ما نبغى خليه يروح عنا. لا هيك بدي ازعل منك. وضاح ابني وانت مو بتحبني؟ لازم تحبي اللي ابني. لا هو ما يبغى خليه يروح عنا. خلص راح نروح نحن وياه. واني انت فلاني بقتل ان شاء الله. شلون بدي اتركك وروح عالشام؟ نمر يا ولدي. وينك يوبا؟ بكر بالليل تسيروني مديرة الشيخ ولد علي تسلمولي على الشيخ سلطان تجيبون سلاح وتنكسون لها. تامر يوبا. يا ولدي العسكر بكل مكان أبيكم تنتبهون لأرواحكم زين. تتوصي حريص يوبا. وإمتى بدنا نبعت السلاح على الشام؟ عقب بكر بالليل. الليل أبو ستار يا أخوي أبو وضاح. خير. والحين يا أبو مزاحم. نعم. أبيك تسمعنا قصيدي فرح القلب. فرح القلب. بسم الله. هالبعير هالعين عيت تغفي عيت تذوق النوم ويا غليلاي البر هالعين عيت تغفي عيت ذوق النوم ويا غليل.
حي الدنيا بخير يا خيا. الحمد لله رجعنا وضاح سالم غانم. والحمد لله الحمد لله. شفتي يا أمي؟ شفتي الله قديش بيحبني؟ دخيل اسمه جبران الخواطر من عنده. الحمد لله. وضاح ما عنده عيال يا خالتي؟ والله يا تقبريني إجا ولد بعد ما راح على أخذ عسكر، بس الله دخيل اسمه ما رات، مات الله يرحمه. يا ويلي، وحرمته تزوجت؟ أعوذ بالله. رويدة تتجوز؟ إيه والله والله رويدة ما بتتجوز من بعد وضاح لو مهما صار، بتحبه قد الدنيا. شو هالحكي؟ كل هالشي طلع من صفوان؟ إيه نعم. إيه لا، أنا لازم روح عالشام. حساب صفوان كبر، كبر كتير، صار أكبر من رأسه، وأن الأوان إنه نحاسبه. الله حاسبه. حاسبه؟ شلون؟ تقطعوا رجلي. قولي على أنتي، وشلون؟ لأنه كان خاين وعوايني لفرنساوي، وهو وراي منشان يفتن على السوار قامن فجرت بمبا بين رجلي. يبعد لي حمى إن شاء الله. الله كبير يا مو، الله كبير. دخيل اسمه يمهل ولا يهمل. أنا كل هالكلام ما بشفي لي قلبي. صفوان لازم يدفع لنا حسابنا على الكامل. روي يا أبي روي، صفوان اتركوا علي. أساساً أنا ناطره لحتى يطلع من الخستخاني، وسمعت إنه طلع من يومين ثلاثة، فخليني لأوصل عالشام بفضاله. لا يا ما، الله يرضى عليك، مو ناقصنا مشاكل نحنا، بكرة بتنحبسوا. والله ما سددت إمتى رجعت لنا يا مو. صفوان أزانا كتير كتير أزانا. خلص تقبرني، بكفي اللي صار فيه. بكرة بيقولوا العالم ليكو تمرجلوا على عاجز. يا مو، ابن مين هذا الولد؟ هذا الولد ابن أخوه للشيخ وضاح، يا خطية يتيم الأم والأب. ايه ولين نايم هون؟ وضاح شايفوا هذا الولد؟ هذا ما بيترك لا لا بالليل ولا بالنهار، وما بينام إلا بحضني، وما بيقول لي غير يا ستي ولا أبوك يا جدي. ايه والله والله ما لي عرفان شلون بنروح الشام ونترك الولد هون. يوه عم فكر ناخده معنا. شلون؟ ايه مو رشدي قال لي إنه صار في مدرسة بالحارة، منسجله هنيك بيتعلم القراية والكتيبة. شو عم تحكي أنت يا عم وضاح؟ أبو نمر بيحبوا لهذا الولد كتير كتير، وبعدين أخوه وموصي فيه قبل ما يموت. ما بصير يا عم، ما بصير. شو هالحكي؟ بعدين الولد بيضله غريب، ما بصير تنكشفي عليه أنت ورويدا. يو لا لك أمي، ما بصير تحكي هذا الحكي. هذا الولد لساته صغير وما أنا وعيان على حاله. ولو كان يا عم ولو كان، بكرة بيكبر وبيتذكر كل شي شافه بصغرته. ما قلت لي عمي بدكم ترجعوا على اسطنبول أنت وسميحة والولاد؟ الله يرضى على اسمك صهري، سفر لهنيك ما بقى فيه، والله قلبي ما عاد يتحمل الفراق. لا تخافي مرت عمي، ما رح نرجع، رح نضل بالشام. البلاد طلبت أهلها وبدك ترخص لنا يا أخوي يا أبو نمر. لا سبد يا أخوي أبو وضاح. إيه والله إذا سمحت إذا سمحت. يا أخوي أبو وضاح أنا ما عندي مانع، مرني تعودت على مجالستك يا أخوي، وأظن إن فراقك لا بدي يكون صعيب عليه. يعلم الله هديش أنا مستصعب فراقكم، بس يعني يا أبو نمر مثل ما تعرف الله سبحانه وتعالى رجعنا وضح بالسلامة، ورجع رافع راسنا وما هو خاين. راسك على طول مرفوع يا أبي. ونشهد. إيه بالله. إيه بالله صدق. تسلموا. بعدين أخته وجوزها وولادها أجوا من تركيا، يعني لازم نروح نشوفهم، وبعدين ما عاد في سبب يبعدنا عن الحارة، مشان هيك يعني لازم ترخص لنا قبل نرجع. ايه ما يخالف، بس حق وضاح ورفاقه علينا ثلاث ايام. صدقت ابو محارب نعحق. هي مو بيناتنا عمي، نحن ما لنا ضيوف. تشكل قاسي ان شاء الله تقبل عظامي. والله ماني عارفه شلون بدي اقدر اروح من غيرك انا. دخيلك يا ام نمر، دخيلك. قولي له لابو نمر بركه دم يخليني اخده معي على الشام، بسجله بالمدرسة هنيك بيتعلم القراية والكتيبة. اي وش عليه الحين كلمة، بس ما حكيت ان بو نمر يوافق، الولد امانة برقبته. الله يوفقك، اعملي جهدك. قولي له بتقلك اختك ام وضاع الها هالطلب عندها. خلص يا خيا الحين كلمة، وان ما وافق عندها بعد شهرين باذن الله ناخذه ونجي عندكم. يا
انا ورشدي رح ناخذ الوالد والوالده ونتيسر على الشهر، وانتم بتعملوا مثل ما قالكم عمي ابن نمر، وهي الشيخ نمر معاكم. ولا يهمك يا اخوي، انتم تيسروا على بركه الله وما عليكم من النشامه. انت خذ عمي ومرت عمي وروح ولا تشغل بالك بنوك. عم الشيخ علامك يا ولد. عمتي ام نمر تبغى تشوفك الحين، الامر ضروري. الحصول يا رب. الله معك. الله معك. يلا بترسلونا يا جماعه. مع السلامه يا يبا. خاطركم يربكم خضره. وش هالكلام اللي تقولينه يا حرمة؟ أنت تعرفين إن الولد أمانة برقبتي. أدري، بس أختك أم وضاح تقول إنها تريد تاخده المدرسة بالشام يتعلم القراية والكتابة، وترى العلام زين. صحيح العلام زين، بس الحرمة ما نشفت دمعتها وهي تبشي. زين زين، خلها تاخذ، بس حين تنتهي المدرسة جيبوه لها. زين زين يا شيخ. يا بخليه بروحي يا ستي، يا بخليه بروحي، قولي على قامت قلبي انا. يلا يا مو. موضح موضح، الشيخ بو نمر رخص لك انك تاخذين فيصل معاتش، بس بشرط يجينا بعد ما يخلص من المدرسة. لك الله يبشرك بالخير. خلاص وعد مني، بس تفوتس المدرسة رح خلي وضاح بذات نفسه يجيبه لهون. فضة عانت يا عمة، جهزي فيصل للسفر. انبسطنا. يلا تقبرني. يلا يا مو، شو بك تقبرني؟ شو بدك فيه لحتى تاخذيه مع منك وتحمليني مسؤوليته؟ لا لا لك امي، الله يخليك، حاسه قلبي رح يطلع من صدري ايش كان ما اخذته معي. هاتي عندك مخبز. انت ريحي لي حالك وعدي بالليوان. اختي ريحي لي حالك وروحي اعدي بالليوان مثل ما قالت مرت اخوكي. تعي امي تعي، عدي لا تتعبي حالك، عدي. ايه تقبرني الله يرضى عليك، انت بحساب الك زمان ما حبيتيني. يمكن اجوا. مين؟ انا رشدي فتحي. وضح يا جماعه. اعطيني بشاره. الله يبشرك بالخير، بس بشاره شو؟ يا بابا استنى استنى استنى، في حريق جوا، استنى بس حطوا على راسكم، حطوا على راسكم، رشدي بده يفوت. يلا خليه يفوت. عمي ابو وضاح وعمتي ام وضاح رجعوا. شو لقينا هون؟ شحون جايين وراي هن وابو نمر، وباذن الله باذن الله قبل المغرب بيكونوا هون. الحمد لله. شو الزلاغيت هاي؟ في عرس بالحارة؟ انا ما في شيء. هاي الزلاغيت ببيت اختي. لما تشوف شو فيه. شوفي شوفي المختار ابو وضاح رجع. عمي ابو وضاح رجع. يا حكيم عمي ابو وضاح رجع. عمي ابو وضاح رجع. يا اهل الحاره عمي ابو وضاح رجع. المختار ابو وضاح رجع. المختار ابو وضاح رجع. روحوا من هون يا عمو، الله يرضى عليكم. بندوزيت وكبريتك والله عم توزعوني يا عمو. افتح حنطيتك بندوزيت وكبريتك، افتح حنطيتك بندوزيت وكبريتك، افتح حنطيتك بندوزيت وكبريتك، افتح حنطيتك بندوزيت وكبريتك، افتح حنطيتك. الله يخليكم لاهاليكم يا عمو، والله عم توزعوني. الله يسعدكم، الله يسعدكم ويورجيكم ايام حلوه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا كل هالمسكين. بس يا ولد بس، نرجع انت وياه على البيت. يلا يا اهل حاره عياش، مختار حاره عياش، عمي ابو وضاح رجع. شو هالحكي؟ لك شو عم بيقول وضاح ولا ابو وضاح؟ عم بيقول ابو وضاح. انا هيك سمعت.
لك شو عم تحكي يا ابو عجاج. المختار ابو وضاح رجع. معقوله؟ كل شيء بصير. طيب خلونا نمشي على المضافه نعرف شو القصه. تفضل تفضل. المختار ابو وضاح رجع يا اهل حاره عياش. المختار ابو وضاح رجع. الحمد لله اللي رجعوا كلياتهم بخير وسلامه، بس ما ضل برقبتي غير عرفك. يا رب يغفر لي. شباب بدي استقبال لعمي ابو الضاح. ما صار عمار وين عقيل؟ جماعة السيف والترس هلا بدي اياهم هون لعيونك. تكر يكونوا عندك. فخري يا عمي ابو فخري. ايوه بيسلم عليك ابو نمر وبيقول لك اتباع 10 خواريف منشان نوزعهم على الناس هلا. يعني ايه هلا؟ لا عمي انا بدي اروح استقبل ابو وضاح، بعدين ما في حدا يساعدني. انا بساعدك. هي هي علينا ابو فخري. هلا بس يجي المختار بتشوفه بسلم عليه. هيك قلت؟ ايه امري والله. شرف عمي شرف. روح ابو مرزوق، خليك هون انت وابو عمشه، تساعدوا ابو فخري وابو عجاج. صار معلم. يعني العضوات. معلم في عندنا خريطة فصلها وبرجع. لا في نقلة خواريف ولا من يحزنون. بتضل هون انت ابو مرزوق بتساعدوهم. صار معلم. هاتي يلا. انت شو عم تساوي هون؟ خلاص ابو عجاج خلاص اتركوا. امرك عجيب. يلا تيسر روح. يا ميت اهلا وسهلا. تسوى شي بلاك يا كبير. الله يخليك يا فهد. الله يخليك. الله يسلمك.
الله يسلمك. والله اشتقنا يا هلا يا هلا. الحمد لله على سلامتك يا مختار. الله يسلمك يا شيخ وزير. الله يسلمك ويخليك يا رب. يا رب عليك ويحميك. الله يسلمك. انت على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. مع السلامة يا ابو طه. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. قمة الحارة يا مختار. الله يهديك يا رب. عمي ابو طه. مين هاد؟ عمي ابو طه. هذا صفوان يا مختار. عمي ابو طه. سامحني يا كبير، جيرت عليك الله تسامحني. أخر عنه هيك ولا لا تنسوا الأبي بإيديك. أبي طاهر. وطاح. امشوا يا جماعة امشوا. أهلا وسهلا بالرجال. أهلا وسهلا بالرجال. منيح. ايه الله يعطيك العافيه. على مالك على الاحماد عشان ما يتنتفوا. شو وقت مرزوق؟ شو مو وقتها هلا؟ مو وقتها. لك والله الطاسه فاضي بنوم بتختخ على الاخير. ايه قوم قوم. ولا طاسه ولا طاسه. قوم لقلك. هلا فخري قل لي اسالك سؤال. هلا مو نحن عضوات الحاره وكباريتها؟ عضوات امنا لالله. بس يعني كباريتها بدك تسمعني فيها، انبهبطك كثير عليكم. مقبولة منك عم مقبولة، بس بصير يعني احنا عدم مأخذة يعني نطبخ هون قدام العالم كله. ايه ليش لا يعني ليش لا؟ مو انتو صرتوا عضوات مشان تخدموا اهل الحارة؟ بلا. ايه وهي اكبر خدمة لاهل الحارة. ما عم بعرف يعني ليش هيك ما عم تخرب بعد يا الشغل. ما عم بعرف. برقص شوي وبعدين بتزفوني. هو جوا عم يستناني. انتي اللي اخذتي مني نمر الخشاب. انتي
يا مو يا مو امي لك امي مشان الله ما تاخذونا يا جماعه مشان الله لك امي امي يا عمتي الحمد لله على سلامتك عمتي الله يسلمك وقبريني الله يرضى عليكي امشي امي بوس ايدك امشي لك وفيقة؟ شو بها امي؟ شوفت عينك عمتي يلا امي ما بدي روح ما بدي روح بدي اتفرج على الزفة يا امي ما بدي امي روح نلبس اواعي جديدة وحلوة ونرجع على الزفة يلا طوبي جديدة يلا اواعي جديدة يلا طوبي استنوني ما راح اتعوق يلا يا ابو بوس ايدك يلا وحلو قلبي انجاز فيصل 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 وين راح الولد الولد اسمه فيصل ان شاء الله دوروني عليه بعد يحموه عمتي فيصل عبي عبي يا الله بسم الله يلا اخي خففوا الدخان الله يرضى عليكم والله خلعتونا شو باق بزرة بلدية هاي بلدية ولا مو بلدية ايه شي بيهني هاي البزرة بلدية ايه كتب له شوي كتب له صاحبنا ايه تكرم عمي ابو بكر تكرم رشدي يا رشدي رشدي روح شوف شو بده الحريم سرعة يلا يلا شوفي يا اختي دخيلك يا اخي عمتك جايبه مع ولد صغير ومدري وينه يمكن ضاع فيصل ايه فيصل وين راح الصبي دخيلك روح دور عليه قبل ما يبعد من هون فوتي اختي فوتي ولا يهمك امرك عم نفخر ما نتفت يلا حق ما خلتونا يا جماعه شو ابو عجاج شوفي في ولد عمره شي 8 سنين ضايع ايوه انا راح اروح دور معك ابو عجاج يلا عمي ابو الفخر يلا انا بسكم يلا الله معك فيصل انت ليش قاعد هون وعم تبكي حدا ضربك شي لا بس قريب جدتي قوم تعال معي قوم وداك يوم هاليوم الملعي من عدنية السلام عليكم وعليكم لا هذا المحل محلك هلا انت المختار تحرم علي المخترة والقعده ورا هالطاوله بوجودك يا كبير الله بحي اصلك يا ابو صفوان عيني عليك يا ابو صفوان عيني عليك شو هالحكي يا جماعه لك العين ما بتعلى عن الحاجه تفضل تفضل على مكتبك لك الله يبارك فيكم بدي اقعد بيناتكم لانه انا مشتاق لكم خيرات الله وبدي اشبع من هالوجوه الطيبه تفضل المحل أهلا وسهلا فيك معي شباب تفضل تفضل يلا عليك تفضل تفضل يا رب يا سلام هلا بهالوجوه الطيبة شو وينه عبد الله ماني شايفه والله يا عبد الله رضا استشهد برا عظامي نمت يلا يا عمري احنا يمك على تختي لا يا عمو شو على تختي اليوم انا بدي نام جنبك وانا كمان لا والله ما حذرتي لا انت ولا جوزك انا بدي نام جنب امي لكن انا بنام جنب عمي كمان مشتاقت له كثير لك تقبروا عظامي تقبروا عظامي مع احلاكم وشو حنايه تخيلك يا ربي بشكرك يا الله بشكرك على هاللمه الحلوه امين يا رب صحيح يا عمو بدي البشاره ها رويدة حامل عن حقها يا الله يبشرك بالخير هيك ها الحمد لله يا ربي الحمد لله على هاللمة الحلوة الله لا يحرمني منكم عمتي هلا مو هذا الولد اللي كان مع أمه اللي إجت مع الشيخة أم نمر وقت إجوا لعنا بلا هو بذاته يا حسرتي عليه صفي لا أب ولا أم وبده يعيش عنا على طول
هلا جبنا لهون بدنا نقيده بالمدرسة، بس تفوتس المدارس بنرجعه لعندك. بس هذا الولد بضله غريب، ما بيجوز تشلحه قدام منه، مخصوصي انتي ما بصير تكشفي شعرك. أمرك ابن عمي، بس مو لساته صغير. ولو كان صغير وبيكبر وبتذكر كل شي شافه بزغره. لا أيوب، هذا الولد أنا مربيته. ولو كان يا هو، ولو كان بضله غريب. شغلنا الفرس، بينزل تحت بطن الفرس ويطلع فوق وما طاح. والله الشيخ نمر أبضاي، هذا أكيد مدرب حصانه منيح. ما يركب حصان، يركب فرس. وليش بقى؟ فرس أسرع، وحنا البدو ما نركب حصان، نركب فرس. وأنت بتعرف تركب خيل؟ إيه، عمي الشيخ نمر علمني على الخيل، وجدي أبضاي بعدني اشتري لي فرس. الله عليك يا فيصل، والله تاريخ حك وجيه. أيوة أيوة يا عيني، شايف صرت اصحاب انت وفيصل. اهلين يا بي، بس انا والله زعلان منك كثير. خير خير، ليش؟ انا بدك تشتري فرس لفيصل وما بدك تشتري لي؟ وانت عندك فرس ما شاء الله عليها. لا فيصل بيحب الخيل كثير. رويدا غطي شعرك. يلا يا بي خلينا نروح على المضافه، هلا بيجوا الناس مشان يسلموا عليك. يلا شو القصة اللي كنت عم تحكيها لوضاح؟